كاتو. من دواعي السعادة والبهجة أن نلتقي في هذا الحفل الكريم المبارك والذي يعبر أيضا في بعض أبعاده عن استجابة هذا الجيل لنداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى طلب العلم والاهتمام بالعلم والتأكيد على أن نكون أمة علماء وجيل علماء ومجتمع علماء في كل المجالات والاختصاصات. هذا الحفل هو عنوان إنجاز صنعتموه أنتم، حققتموه أنتم، ونحن نفرح به جميعا، لأن بركات ونتائج وآثار هذا الإنجاز ستعود إلى الجميع. إنني في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات الخريجين والخريجات هذا العام في هذا الحفل الكريم، وأشكرهم على جهودهم وجهادهم في مقاعد الدراسة وتعبهم وسهرهم وتحصيلهم العلمي، وفي نهاية المطاف على نجاحهم وعلى تفوقهم أيضا في بعض المجالات وفي بعض الاختصاصات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في بقية العمر بعد أن يطيل أعمارهم إلى مزيد من العلم والعمل وفعل الخير والبناء للدنيا وللآخرة. يجب أن أتوجه بالشكر إلى الأهل الكرام، إلى الآباء والأمهات، إلى العائلات الكريمة والشريفة التي تحملت كل هذه الأعباء القاسية والصعبة في مثل الظروف التي نعيشها في لبنان، وأصرت وواكبت ودعمت أبناءها وبناتها وبناتها لمواصلة الدراسة والتحصيل العلمي. وبعد الله سبحانه وتعالى الشكر لهؤلاء، للآباء والأمهات الذين حملوا هذا العبء. وهنا يجب أن نوجه ومن خلال هذا الحفل الكريم نداء، بل نقدم رجاء، ولو وصلنا إلى حد التوسل ما في مشكلة، أن نقول للآباء للأمهات للعائلات: احرصوا بشدة على أن يواصل أبناؤكم وبناتكم التحصيل العلمي والدراسة مهما كانت الظروف قاسية وصعبة. حاذروا أن تسحبوا أولادكم من مقاعد الدراسة، وتحملوا مشقة أن يدرس أبناؤكم وبناتكم وأن يتعلموا، وهذا الأمر يستحق التضحية منكم ويستحق تحمل المشقات منكم. وحتى الآن الحمد لله ما زال هذا هو الطابع العام للعائلات اللبنانية، برغم من بعض حالات الانكفاء أو السلبية التي نجدها في بعض الأماكن أو في بعض العائلات ولو بشكل محدود، ولكن هذه ظاهرة إن وجدت يجب أن تواجه. يجب أن أتوجه بالشكر أيضا إلى كل الجهات والمؤسسات والجمعيات والأحزاب والشخصيات الداعمة التي قدمت المال أو الهبات أو المنح أو القروض وساعدت هؤلاء الأعزاء لإنجاز هذا الشوط العلمي المهم. أيضا أتوجه بالشكر إلى الجامعات التي احتضنت هؤلاء الطلاب والطالبات وقامت برعايتهم وتعليمهم ومواكبتهم وصولا إلى هذا الإنجاز. إدارات هذه الجامعات، أساتذة هذه الجامعات كلهم نتوجه إليهم بالشكر.
هذا الحفل طبعا هو يقدم مشهد أو جزءا من الصورة الحقيقية للمقاومة ولحزب الله في لبنان، واحدة من الصور التي تعبر عن حقيقة وهوية وماهية حزب الله والمقاومة في لبنان. طبعا ليس هذا المشهد جديدا، عندما نقول حفل التخرج رقمه 23 ونحن مسيرة عمرها 30 سنة. أول حفل تخرج حصل أو انعقد أو أقيم سنة 1984. إذا افترضنا بأن المقاومة انطلقت بعد الاجتياح اللي سوى مقاومتنا نحن، ومع احترامنا لكل فصائل وحركات المقاومة التي سبقتنا ونعترف لها بفضل السبق، طيب بعد حزيران 82 بدأت تتكون مقاومتنا الإسلامية ضمن صيغتها المعروفة، يعني بعد أقل يعني بعد مدة زمنية قليلة كان حفل التخرج الأول سنة 84. وخلال هذه المسيرة الطويلة كان الطلاب الذين ينتمون إلى هذه المقاومة يدرسون ويقاومون، وبعضهم استشهد وهو طالب في الجامعة، وبعضهم استشهد بعد أن تخرج من الجامعة، وبعضهم استشهد بعد التخرج وقبل حفل التخريج، يعني تخرج قبل ما ينعمل حفل التخريج استشهد. على كل حال كل هذه اللقاءات والمشاهد تؤكد أن مسيرتنا الإيمانية الجهادية هي بالدرجة الأولى حركة إيمان، هي حركة إيمان وعلم ومعرفة وبناء علمي وروحي وإنساني، كما هي حركة تحرير وفداء ودفاع وكرامة. على طول الخط في كل اللقاءات السابقة كنا نؤكد على وجوب تلازم العلم مع الأخلاق، على تلازم العلم مع التقوى، يعني الالتزام العملي بالقيم الأخلاقية، بالقيم الإنسانية، بالقيم الدينية، بالقيم الرسالية، لأن هذا التلازم وهذا الالتزام هو الذي يشكل ضمانة لأن يستخدم هذا العلم، هذه المعرفة، هذا الاختصاص، أيا يكن هذا الاختصاص، في خدمة الناس وخدمة الأوطان، وليس في إلحاق الأذى بالناس أو التآمر على الأوطان. نحن نشهد في عصرنا الحاضر كيف أدى التطور العلمي والتكنولوجي خصوصا بعيدا عن الالتزام الأخلاقي والتزام القيم، أدى إلى توسيع وقعة الظلم والهيمنة والاحتلال والاستكبار ونهب ثروات الشعوب وقتل الملايين وتجويع مئات الملايين وهكذا. الإمكانيات العلمية الهائلة اليوم تستغل من أجل إشباع فئات محددة، من أجل إشباع بطونها أو ملء بنوكها أو إشباع رغباتها وشجعها إلى السلطة، إلى الهيمنة، إلى السيطرة، في الوقت الذي كان يمكن من خلال هذه العلوم وهذا التطور العلمي الهائل أن يتم نشر العدل والرفاه على امتداد العالم. في ثقافتنا وفي فكرنا أن الله سبحانه وتعالى أودع في الأرض من الإمكانيات ومن الخيرات ومن النعم ما يستطيع أن يؤمن الحياة الشريفة والكريمة لمليارات البشر، ولكن الناس بظلمهم، بجشعهم، بطمعهم، بأنفسهم الأمارة بالسوء، من يسمون بالملأ الأعلى
هم الذين يسيئون استغلال هذه الموارد الطبيعية وهذه النعم ويحرفونها عن مساوئها الطبيعي، مما يؤدي إلى كل هذه المظالم. العلم أيها الإخوة والأخوات هو من نوع النعم الإلهية التي يمكن استخدامها في الخير ويمكن استخدامها في الشر، وهذا يرتبط ويعود إلى إرادة الإنسان. ولذلك كان السيد المسيح عليه السلام يقول: من تعلم لله وعلم لله وعمل لله نودي في ملكوت السماء عظيما. إذن ليس مجرد التعلم أو التعليم أو العمل بالعلم أو العمل بالعلم هو الذي يرفع من مكانة الإنسان، بل أن يكون التعلم مخلصا والتعليم مخلصا والعمل مخلصا وملتزما بهذه القيم السماوية، لأن أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله، أنفعهم للبشرية. نحن في مسيرتنا نؤكد التزامنا بهذا المعنى ونقول: خريجونا، متعلمونا، علماؤنا، مثقفونا، عندما نتطور في أي اختصاص إنما نطمح من خلال ذلك كله إلى أن نساهم بشكل جدي في بناء وطننا، بلدنا، في تطويره، في تحسين أوضاعه، في معالجة أزماته، في تحرير أرضه، في الدفاع عنه، عن سيادته، عن مقدراته، عن ثرواته، عن أمنه واستقراره. وهذا ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إليه. في هذا الحفل الكريم ومن خلال طبيعة المناسبة أود أن أدخل إلى عدد من النقاط في الوضع المحلي والإقليمي. من الواجب في البداية أن أتحدث عن الجامعة اللبنانية، الجامعة الوطنية، مثل ما حكيوا قبلي. هذه الجامعة في هذه المرحلة كما في السابق ولكن الآن وفي المستقبل القريب يجب أن تحظى بعناية استثنائية. يقال أنها جامعة الفقراء وهذا صحيح، يعني نشوف أقساط الجامعات الخاصة، مين بيقدر يفوت أولاده إلا يعني من الله سبحانه وتعالى أنعم عليه أو فتح له فرصة دخول الجامعات الخاصة. طيب ليش عم أقول هلأ والمرحلة الجاي؟ لأن عدد اللبنانيين الواقعين تحت خط الفقر يزداد يوما بعد يوم، وبالأفق ما مبين أنه ما حيزدادوا أو أنه حيقلوا، بالعكس الأفق واضح. هلأ أنا نقطة حأرجع لها بعد شوي، أنه لا، نحن اللبنانيين ستزداد أعدادنا الواقعة تحت خط الفقر. يعني يا منروح على الجامعة اللبنانية يا منترك الجامعة. طيب هون مسؤولية الدولة بشكل أساسي. هذا يعني أن هذه الجامعة يجب أن تحظى بعناية استثنائية من الحكومة، أي حكومة، تحديثها، تطويرها، قدراتها العلمية، إمكاناتها المادية، وصولا إلى تعزيز كادرها البشري. باختصار هذا يفتح الحديث قليلا عن قضية الأساتذة المتعاقدين. اليوم ما حنحكي كتير سلاح ومقاومة، آخر شيء بنحكي لنا كلمتين. يفتح الحديث عن قضية الأساتذة المتعاقدين. في استحقاق دائم كل سنة سنتين ثلاثة في مشكلة بالبلد اسمها أنه في عدد من الأساتذة المتعاقدين بالجامعة اللبنانية بدها تقدم لوائح بأسمائهم إلى الحكومة لتوافق على تفرغهم أو تفريغهم أو تثبيتهم. طيب وبيدخل هذا الملف بالتعقيدات اللبنانية المعروفة وما في داعي نشرحها. دائما كان في مشكلة اسمها أنه بينفرض سقف عدد، وتفضل يا إدارة الجامعة، مين ما كانت إدارة الجامعة، تحت هذا السقف رشحوا أساتذة متعاقدين ليتم تفريغهم.
هلا هون بيختلط الحابل بالنابل، انا عطاويتي يعني بالشفافيه، بيختلط الحابل بالنابل. جزء بيروح انه ايه هاي حاجه فعليه للجامعه وضمن القوانين وضمن الاولويات وضمن الحاجات، يعني جزء بيكون موضوعي، وجزء هذا طبيعي بالبلد يعني ومعروف، جزء بتفوت في القوى السياسيه، الزعامات السياسيه، المواقع السياسيه، هذا زيد 5 وهذا زيد 10 وهذا مرق 8 وهذا 9 وهذا 20 وهذا كذا والى اخره، بينحشروا تحت السقف، بينضغطوا بالقوى السياسيه. البلد قائم على التوازنات، في ناس مطلوب انصافهم يلحق بهم الحيف. يعني انا سمعت هذه الايام انه في اساتذه متعاقدين ناطرين من 95، هلا نحن 2012، طيب ليه متعاقد وعم بدرس بالجامعه؟ طيب اذا مش كفو، اذا مش لائق، اذا الجامعه مش بحاجه لإله، ليش عامل له تعاقد؟ اذا كفو والجامعه بحاجه لإله، ليش لل 2012 بعد ما تفرغ؟ انا اليوم ادعو الحكومه اللبنانيه، وبعرف انهم عم بيناقشوا الموضوع ويبدو واصلين الى مكان ما متقدم في النقاش، انا ادعو الى مقاربه مختلفه. ما تجي الحكومه تحط سقف عددي وتقول يا اداره الجامعه يا رئيس الجامعه مسموح لك 300 400 500، ما بعرف قديش، روحوا جيبوا اسامي. انا اؤكد لكم شو ما كانت الصيغة التي ستعتمدها إدارة الجامعة ويتم رفعها إلى الحكومة، سيتم إنصاف كثيرين، ولكن سيلحق الحيف أيضا بكثير للأسباب المعروفة في لبنان. المقاربة المختلفة هي التالية: في جامعة لبنانية محتاجة أساتذة، كل سنة تقريبا بيطلع على ما قال الإخوة لي إلى التقاعد 80 أستاذ، 100 أستاذ، 120 أستاذ، يعني على تفاوت في السنوات. طيب وجامعة عم تكبر وهي الملجأ الوحيد للطلاب اللي بدهم يزدادوا، إذن هذه الجامعة بحاجة إلى أساتذة. ليش بدي أعمل سقف 300 400 500؟ قد إيه بتحتاج الجامعة فعلا؟ 800 900 1000؟ شو المشكلة؟ اللي في مشكلة مالية ألا بنعيش من الموضوع. طيب ما نجي نحط سقف، نقول للجامعة حقيقة أنتوا ماذا تحتاجون من أساتذة؟ وهول متعاقدين خلينا نثبتهم ضمن القانون مع إعطاء أولوية للأقدمين للمنتظرين منذ سنوات طويلة، والله يحب المنتظرين، بلكي بيصير في فرج. هاي المقاربة الصحيحة، مو المقاربة انتعى 300 و400، وساعتها كل القوى السياسية وكل الزعامات كلها ونحن منها كمان، كل القوى السياسية بتدخل، مرق لي هول، زبط لي هول، عمل لي أولوية لهول. طيب ليش؟ ليش ما نضطر نستخدم هذا الأسلوب؟ مثلا في الموضوع الأمني، وأنا لا أنتقد، أنا أؤيد، في الحكومة السابقة اجت وزارة الداخلية قالت نتيجة ان والله الوضع الامني بالبلد والسرقات والجرائم والمخدرات وكذا، نحن بدنا نزيد العديد، في عنا متعاقدين بدنا نثبتهم. اتاخد قرار في جلسة وحدة 4000 متعاقد في قوى الامن تم تثبيتهم في جلسة واحدة، ومش عيب، منيح. يعني بالنهاية ما بدك عديد لتقدر تواجه المشاكل الموجودة بالبلد. طيب بعدين بالحكومة الحالية طلب وزير الداخلية يزيد 1000، وما كانت الحجة الحاجة الأمنية، كانت الحجة التوازن الطائفي. تبوا 1000 فرد، لانه بال4000 اللي تم تثبيتهم ما صار في توازن طائفي، افتحوا لنا باب نفوت 1000 لنعمل توازن طائفي، وكمان معلش كمان ما عم بنتقل.
لأنه لازم نوعي بشكل أو بآخر التوازنات الطائفية. الآن مطلوب أمام الحكومة، ما بعرف إذا وافقوا أو بعد، أنه كمان بدهم 1000 أو 2000 لسنة 2013. إذن في مصاري ندفع معاشات. أيها الإخوة والأخوات، عندما نستثمر في الأمن أو ننفق في الأمن نحن نعالج الأسباب، أما عندما ننفق في التربية والتعليم نحن عندما نستثمر وننفق في الأمن نحن نعالج النتائج، ولكن عندما ننفق ونستثمر في التربية والتعليم نحن نعالج الأسباب، والعاقل يعالج الأسباب. بشكل المثل العامي عنا بيقول إنه الله يرحم بين بيك كان قبل ما تنكس، كان لما تنكسر ويجبرها قال له الله يرحم بي كان قبل ما يخليها تنكسر. طيب اليوم يا أخي أنا أطلب من الحكومة، اعتبروا أساتذة الجامعات متفرغين في قوى الأمن الداخلي، الحاجة الأمنية تفرض هذا الأمر، وخلصونا من أي نصة. وده تضل تجدول كل سنتين ثلاثة معركة والعالم توقف على الطرقات، معيب يعني هذا الأمر. هذا أيضا يدخلنا إلى عنوان مشابه، هو عنوان سلسلة الرتب والرواتب. بهذا العنوان بيجي خط عريض ما حدا بيختلف عليه، حتى بالقوى السياسية، حتى النقابيين، حتى باعتاد الهيئات الاقتصادية، أنه نعم الوضع الحالي هو وضع غير مناسب، يعني وضع الشرائح والفئات التي يطالها مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وضع غير مناسب، وأنه لازم يصير في معالجة لهذا الموضوع وتطوير نوعي، مش يعني هيك شيء بسيط أو متواضع. لكن أن الحكومة بدأت تعالج هذا الموضوع بما يتناسب مع قدراتها والمداخيل، ومنفتش على المداخيل والأعباء المالية والاقتصادية كعنوان عريض ما بعتقد حدا مختلف عليه، حتى الهيئات النقابية ما بعتقد بتقول أنه أعطونا معاشات وزدونا معاشاتنا وحسنونا أوضاعنا حتى لو بده ينهار الاقتصاد الوطني، ما حدا منهم بيقول هيك. الخلاف هو خلاف تطبيقي، يعني ليس الخلاف على الخط العريض، خلاف تطبيقي، انه اذا اعطينا هيك شو بيصير، واذا امننا هذا المدخول شو بيصير. وهم في اجتهادات كثيرة وايضا ضغوطات كبيرة على الحكومة. نحن نعتقد، انا بحكي كجزء من الحكومة طبعا بين هلالين، من نافلة القول من نافلة القول أنه نحن جزء من الحكومة وجزء متواضع، خلافا لكل اللي ينقال من بداية يعني أنه حكومة حزب الله. تصوروا هلأ مثلا لما إجا الفريق الآخر ودي سقط الحكومة وقام طلعوا، ما يعني أنا ما بتذكر أنه هالقد إلى سابقة يطلع أنه سفراء الدول الدائمة العضوية وممثل الأمين العام المتحدة، يعني أمريكا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والأمم المتحدة، يطلعوا عند فخامة رئيس الجمهورية ويطالبوا بأنه لا يعني هالحكومة تستمر وما يصير في فراغ. يعني عجيب، إذا عن جد هاي حكومة حزب الله أنا وياكم يا أخواني وأخواتي نطلع بحالنا، أكيد في شيء غلط إذا هاي حكومتنا وجاي العالم عم يدعم هالحكومة. أدل دليل أنه في نظر العالم هاي مش حكومة حزب الله هو هذا موقف المجتمع الدولي من الحكومة الحالية. نسكر الهلالين. طيب نحن بنعتقد في موارد للتمويل، لكن بدأ جرأة، بدأ شجاعة، بدأ إقدام. في جهات كبيرة بالبلد بدأ تنازل، بدأ تتعاون، وبالتالي يمكن تمويل سلسلة الرتب والرواتب. هلا انا ما بدي افتح هذا النقاش، انا بدي ناشد اليوم في حفل طلاب واساتذه ونقابيين، ومن طبيعه اللقاء تبعنا بدي ناشد الحكومه
أن تخرج من سلسلة الجلسات العديدة والطويلة المتعلقة بسلسلة رتب ورواتب. يعني بعد هذا خلصنا نياش، لين عمل جلسة جدية، جلستين جديات، ولو أخذ وقت، حتى لو كان في خلافات بوجهات النظر ويصير تصويت. صار اتفاق ممتاز، ما صار اتفاق يصير تصويت. بالنهاية مش هون نهاية القرار، ما الحكومة بدها تبعث مشروع قانون على مجلس النواب، بمجلس النواب كل الكتل النيابية موجودة، وهونيك يحصحص الحق وكل المواقف تستبين وتتضح، وإذا في مساحة للمزايدات بتبين هونيك، والخايف على الاقتصاد الوطني ببين هونيك، واللي مع الشرائح المستهدفة بسلسلة رتب ورواتب ببين هونيك، ويصير نقاش وطني. بالنهاية هذا المستوى من القرارات يحتاج إلى مشاركة الجميع. طيب مشاركة الجميع مش موجودة بالحكومة لأسباب سياسية، بس موجودين بمجلس النواب. آن الأوان للحكومة الحالية المحترمة أن تنهي هذا النقاش وأن ترسل هذا المشروع القانون إلى مجلس النواب، ونخلص من هالجدل والصراع والتوتر القائم بالبلد. طيب منه برجع على العنوان العريض الثالث اللي هو موضوع الأزمة المعيشية والاجتماعية والاقتصادية في لبنان، بالتحديد الموضوع الاجتماعي والمعيشي والحياتي. كلنا بنعرف لأنه هذا كلنا عايشينه. بيقول له شو الدليل؟ بيقول له الوجدان. هذا كلنا عايشينه، أنه حجم معاناة اللبنانيين والعائلات اللبنانية حجم كبير جدا في الموضوع الحياتي المعيشي الاجتماعي. كثير من الناس بيواجهوا أزمات حقيقية على هذا الصعيد، قلة الإمكانات، ضعف الإمكانات، عدم توفر فرص العمل، غلاء المعيشة، ضعف الرواتب إلخ. طبعا لما بيبدأ العام الدراسي ومنفوت على موسم الشتاء بيكبر الهم انه الاقساط والتسجيل والباصات والمازوت والدفا، وخصوصا بالمناطق البارده. طبعا مخاطر هذه الازمه ايضا واضحه، انعكاساتها الامنيه. يعني اليوم في جزء كبير من الجرائم انه في ناس عم تسرق لانه هي عندها هوايه السرقه، يمكن في ناس هيك، بس في ناس بسبب الحاجه، وهذا لا يبرر السرقه. هذا بيفتح باب السرقة، بيفتح باب الجرائم، بيفتح باب أيضا ما نجده من أمراض نفسية وانهيارات نفسية وأزمات نفسية بيعيشوها كتار، هي ناتجة عن هذا الوضع، أنه في متطلبات وما في إمكانية تأمين هذه المتطلبات، والعالم تضغط على بعضها وما حدا بيرحم حدا كمان. يعني كمان الناس ما بتداوي ظروف بعض، ما بترحم بعض. لعل هذا معنى ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه لما قال له يا أبا ذر ما ذهب الفقر إلى مكان إلا وقال له الكفر خذني معك. لعل ليس المقصود هنا الكفر العقائدي، مقصود الكفر على طريقة لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يعني الكفر العملي، يعني الجريمة، المعصية، القتل، السرقة، النهب، العمالة، عدم الصبر، كفران النعمة إلخ. طيب أمام هاي الأزمة اللي كليتنا ما في داعي نعود أشرح مخاطرها، كليتنا بنعرف شو مخاطرها، ما في شك أنه نعم في قوى بلبنان، في جمعيات، في مؤسسات، في جهات، في شخصيات عم بحاولوا يمدوا يد العون بيساعدوا، شي بيبذل جهد يأمن فرص عمل، شي بيأمن قروض، شي بيأمن مساعدات، لكن هذا ما بيحل مشكلة. حكينا سابقا بنرجع بنحكي،
أزمة بهذا المستوى، الجهة الوحيدة المعنية والقادرة على معالجتها الدولة، ما بقول حكومة فقط، الدولة بكل مؤسساتها هي معنية أن تعالج هذا الموضوع. مين بيقدر يعمل حل لمشكلة البطالة؟ ضرائب بإيد مين؟ الجامعة اللبنانية، الجامعة الوطنية بإيد مين؟ المدارس الرسمية بإيد مين؟ ما هو مو شرط بالحل أنه بس أنا أشوف كيف بدي زيد معاشات الناس، لا، وحدة كمان من أشكال الحل أنه خفف نفقات على الناس. لما في تعليم مجاني في جامعة مجانية، الموضوع الصحي بيلتقى له طريق، ما هذا بيخفف العبء. طيب، وهنا نحن نحتاج طبعا إلى برنامج حقيقي. اسمحوا لي هون بهذا المقطع أني افتح هلالين بس واسعين شوي، يعني شو بدكم تسموه، نق، خلي نسميه النق السياسي بين هلالين. من المؤسف أنه عدد كبير من القوى السياسية في لبنان هذا الموضوع ليس في أولوياته، وأنا ما عم بظلم حدا، وفيكم تراجعوا بالحد الأدنى، ما بدي افتح الماضي كتير، خلينا نحكي باختصار شديد من 2004 منذ صدور القرار المشؤوم 1559. فيكم تراجعوا الأرشيف تشوفوا، لما نشوف الخطب والبيانات والمقابلات الصحفية لليوم الصبح كمان. طيب، شو اهتمامات عدد كبير من القوى السياسية؟ شو في رأس اهتماماتها؟ موضوع واحد، سلاح المقاومة. المقاومة، ما في شيء تاني. بالليل، بالنهار، بفيقوا، بيناموا، بياكلوا، بيخطبوا، كله بتلاقي. والعجيب، يعني أنا بالحقيقة أنا بحسدهم، مش إنه بغبطهم، لا بحسدهم، إنه كيف لهم خلق إنه نفس الموضوع ونفس الفكرة ونفس الجمل يعيدوها. نحن مشايخ بتعرفوا بنخطب. أنا واحد من الناس، إذا لطفنا الجو، ها، إذا مثلا خطبة، رغم إنه الحاضرين، هذا غير اللي بيطلع على التلفزيون، ولا لقاء داخلي بحكي موضوعين ثلاثة، بيرجع بيجيبوا لقاء داخلي تاني بحكي نفس الموضوعين ثلاثة، والله ثالث مرة بزهق، بضوج، ما عاد في أحكي. يا عم، من 2004 صرنا بال 2012، في كاسات محطوط بمسجلة ومكبوس بلاي، ونفس الحكاية نفس الحكاية نفس الحكاية نفس الحكاية. طيب، وين الأولويات؟ وين البلد؟ ما في شيء. هلا خذوا من هاي السنوات الأخيرة، حتى دماء الرئيس الشهيد وفيق الحريري تم استغلالها لاستهداف المقاومة. طيب، وهذا بعده مستمر. طيب يا جماعة الخير، ما نحن كلياتنا لبنانيين وشعب لبناني، واليوم الفقر لم يعد ميزة طائفة محددة. كان بالزمان هيك انه طائفة او طائفتين او ثلاثة او مشاكل، اليوم الفقر بالادبيات اللبنانية شو بيقولوا، عابر للطوائف. اليوم ما في فقر طائفي، في فقر عابر للطوائف. ما عاد في والله طوائف او مناطق انه هاي عايشة ومرتاحة ومبسوطة واحوالها مكتفية، ومناطق مسحوقة وتحت خط الفقر. هذا عابر للطوائف وعابر المناطق. طيب، من 2004 على نحن بال 2012، هيدا البلد ما كان يعطوه نفس، ما كان يعطوه فرصة انه طيب تفضلوا العالم تقعد مع بعضها تقول يا خي هذا الموضوع شو هنعمل فيه. هاي الأزمة المعيشية الحياتية اللي بتطال الكل وبتستهدف الكل ويعاني منها الكل ويتألم منها الكل، يا اخي ما هي في اجماع عليها. طيب، مختلفين على موضوع اسرائيل وفلسطين، هذا اللي بدي اختم فيه الحكي، مختلفين هوني. طيب، هاي متفقين، تفضلوا لنشتغل. لا، من فيق ومن نام على موضوع المقاومة.
طبعا خلال كل السنوات الماضية بموضوع المقاومة كل الألاعيب السياسية سقطت، ما بدي أوجع عيد أنا حكيكم فيها، من الإغواء بالسلطة إلى 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 إلى، والحروب العسكرية فشلت، والكل بيعرف أنه هذه المقاومة التي هزمت إسرائيل عام 2000 وهزمت إسرائيل عام 2006 هي متجذرة وقوية وحاضرة في وجدان شعبها وأهلها قبل أن تكون قوية بسلاحها، وهي أعجز من وهي أقوى من أن تنال منها كل هذه المؤامرات. ولذلك شو بقي؟ بقي الحكي بس، يعني أنه منشتم نتهم. وشو في شغلي بالعالم منوكبها على حزب الله؟ أنا شفت بعض الصحفيين بعض وسائل الإعلام لطيفين بيقول إن نشر المقال الفلاني وحزب الله ما علق، نشر البحث الفلاني الخبر وحزب الله ما نفى. صرت أنا قايل ألف مرة يا حبيباتي، إذا كل ما بدنا نقعد كل يوم ننزل نفي مننزل جرايد نفي قد ما في أكاذيب وشتائم. على كل حال ألا ما حسمي بس أنتوا حتنتبهوا علي، في قوى سياسية كبرى بالعالم العربي اليوم، هلا حتى في لما كان بعض الإعلام العربي على سنوات عم يتهمنا ويشتمنا ويكذب ويكذب علينا ويظلمنا ويشوه صورتنا وهن كانوا ساكتين أو ماشيين، هلا هذا الإعلام فتل عليهم برم عليهم، وخصوصا الإعلام الممول خليجيا. طيب إذا بالخصوص هاي الشوائح كالخطبة، إذا يا هذه الشوائح الآن تعتبرون أن ما يقال عنكم في هذه الوسائل الإعلامية هي أكاذيب، لماذا كنتم تصدقون ما كان يقال عنا من نفس هذه الوسائل الإعلامية؟ ليش ما تقوله وسائل الإعلام هذه عنكم أكاذيب وعنا صدق وصحيح؟ لا، في إعلام سيّس، في إعلام موجه، في إعلام بيشتغل بمعركة سياسية، وهذا اللي عم ينشغل معانا بلبنان في التفاصيل مملة، في التفاصيل مملة. حتى ما طول بين هلالين برجع بقول سكرنا الهلالين، هلا نحن 2012 وفي مشكل سياسي بالبلد ماشي الحال، وانقسام سياسي حاد، وخلاف على قضايا داخلية وعلى قضايا إقليمية. لكن الجديد اللي بدي أقول لهم إياه، طيب نحن مختلفين على أنه في مصيبة حياتية معيشية اجتماعية بلبنان، ما حدا مختلف عنها، كل مدي ومدي، موجعيات دينية، مجلس المطارن الموارني، مجلس دار الفتوى، المشيع الأعلى، دار الطائف الدوزية، الجهات كلها، مشايخ العقل كله بيقول لك يحذرون من الانهيار الاقتصادي. طبعا مرجعيات دينية مطلعة على انه الناس عم تدق ابواب وعم تحكي المعاناة تبعها، خصوصا على ابواب الشتاء، على ابواب العام الدراسي، اذا متفقين في ازمة. طيب ثانيا متفقين انه هالازمة الدولة بتحلها، ثالثا بدي اقول هالازمة مش الحكومة بتحلها. ليش قلت مش الحكومة؟ الحكومة ممكن تكون من تحالف سياسي معين، في تحالف اخر بالمعارضة. هيدا الموضوع لازم الموالاة والمعارضة يشكلوا، وهذا ما أدعو إليه اليوم، تشكيل مجموعة عمل وطني، تشكيل مجموعة عمل وطني، تقعد هلأ سياسيين نقابيين اقتصاديين، هذا صار تفصيل، كيف تتشكل هذا تفصيل، بحكي بالمبدأ، تشكيل مجموعة عمل وطني تقعد تقول نحن اللبنانيين بمعزل عن انقساماتنا وخلافاتنا ومين بالموالاة ومين بالمعارضة، كيف فينا نحط برنامج وخطة لمواجهة هذه الأزمة، وكيف فينا نتعاون لمواجهة هذه الأزمة قبل الانهيار. طيب هذا واجب أخلاقي، واجب وطني، واجب ديني. أنا اليوم بقول إذا بتتشكل مجموعة عمل وطني
وفي مصلحة أنه نحن نكون نحن حاضرين نكون حتى مع اللي عم بيسبنا وعم بيشتمنا وعم يتهمنا بالليل وبالنهار، ما في مشكلة. هذا موضوع نحطه على جنب، فلنضع انقساماتنا السياسية ونزاعاتنا وصراعاتنا على جنب، نجي نقول في موضوع وطني كبير، في موضوع إنساني كبير، في موضوع أخلاقي كبير يرتبط بحياة الناس، بأكل الناس، بشرب الناس، بمصير الناس، بنفسيات الناس. تفضلوا، شكلوا مجموعة حوار وطني، مجموعة عمل وطني، خلي تحط خطة وطنية وبرنامج وطني ونروح كلياتنا بندعمه، ومين ما كانت الحكومة كلياتنا كلبنانيين منطالبها أن تنفذ هيدا البرنامج. هذا المطلوب أنه ينعمل. بنقل بعد لكلمة بالوضع السياسي الحالي وبختم بكلمة بالوضع الإقليمي. بالوضع السياسي الحالي، توصيف الحالي، طاولة حوار ما في، جلسات عامة الهيئة العامة مجلس النيابي ما في، يعني في تعطيل لأنه الفريق الآخر أخذ قرار المقاطعة. طيب، كان هدف المقاطعة وقبلها التحركات في الشارع إسقاط الحكومة، طيب واضح أن الحكومة سقطت، واليوم مقاطعة يعني قطعت، حيصير لها شهر 40 يوم أكثر، ومبين أن المقاطعة لن تسقط الحكومة، بل مش لأنه نحن ممسكين، بل لأنه كل العوامل المحلية والإقليمية والدولية والمعطى الحالي بتقول لا، في مصلحة أن الحكومة تستمر. إذن المقاطعة إذا كان هدفها إسقاط الحكومة لن يؤدي إلى نتيجة سوى إلحاق الخسارة بالبلد من خلال تعطيل مجلس النواب بشكل أساسي. لكن إصرار الفريق الآخر على المقاطعة واضح أنه لم يعد الهدف منه هو إسقاط الحكومة أو الضغط على الحكومة الاستقالة، ما صار واضح أنه الحكومة ما حتستقيل حتى لو بيتوا مقاطعين. الهدف الحقيقي اللي صار واضح وبين هو تعطيل مجلس النواب حتى لا يتم إقرار قانون انتخابات جديد، وبالتالي وضع اللبنانيين أمام خيار وحيد، يا انتخابات بقانون 60 يا بلا انتخابات، وكل الخيارين سيء، ألا ما بدي أقول أي أسوأ، لاحقين على هذا الحكي، وكل الخيارين سيء. طيب، نحن يعني الحكي اللي بدي احكيه ليس من منطلق الموقع الوسطي بالشفافية كمان تبعي، نحن لسنا وسطيين ونحن لسنا وسيطا ولا نلعب دور الوسيط، مش لأنه ما بدنا نلعب دور الوسيط، لأنه نحن الفريق المستهدف أساسا، نحن الفريق المستهدف. أكيد أنا بقدر أكون وسطي؟ ما بقدر أكون وسطي، نحن فريق مستهدف. نعم، نحن في هذا الموقع السياسي، نحن فريق في هذا الخلاف السياسي، ونفتخر في المكان الذي نحن فيه وفي الموقع الذي نحن فيه وكنا فيه وما زلنا فيه وسنبقى فيه. لكن هذا ما بيمنع أن واحد يتناصح، هن بينصحونا نحن بننصحهم، وإن كان في ناس بهم بالبلد إذا بتنصحهم بيعتبروك متكبر، يعني هن أعظم وأعلى من أن توجه إليهم النصائح. لا أخي، نحن بنقبل نصيحة انصحونا ونحن بننصحكم، لأنه العالم هيك قايم. أنا بدي وجه يعني ألفت عنايتهم، خليني حتى ما استعمل عبارة نصيحة، ألفت عنايتهم إلى خطأ في التقدير. أنتوا يا شباب بانيين كل حساباتكم كما هي العادة، يعني بالسابق نفس الشيء، عندكم تقدير وعلى أساسه قاعدين عم تقاطعوا وعم تمنعوا تصويب قانون انتخابات جديد وعم تدفشوا بالوضع السياسي وعم تمنعوا أي إنجاز للحكومة. ما هو دي المقاطعة
بالنهاية أنه إذا الحكومة بدها تعمل شيء لللبنانيين وللناس هن عم يقطعوا عليها الطاوية، عم يمنعوها تعمل هذا الإنجاز. عشو مواهنين الشباب أنه كم يوم بيسقط النظام بسوريا، جمعة جمعتين بيسقط النظام بسوريا، ببحثوهن شوي شهر وشهرين بيسقط النظام بسوريا. طيب هل هذا التقدير صحيح؟ اولا هاي سوالف مش جديدة، الاحداث في سوريا سيتم لها بعد شوي سنتين. من اول يوم قال بعض الامراء وبعض الملوك وبعض الرؤساء وبعض الوزراء، وقال تبعا لهم قيادات في قوى 14 آذار، أنه نظام بسوريا حيسقط بعد شهرين. هاي حيسونا شو؟ سنتين. مرقوا الشهرين ما سقط النظام، ممدد شهرين. مرقوا الشهرين الممددين ما سقط النظام، ممدد 3 أشهر، احتاطوا ما قالوا شهرين، قالوا 3، مددوا 3 أشهر. مرقوا 3 أشهر، قالوا شهر رمضان. مرق شهر رمضان، قالوا 3 أشهر بعد شهر رمضان. وصلنا على حلب، وصلنا على دمشق، وصلنا على شهر رمضان اللي مضى، طيب حصلنا سنتين. هذا واحد. 2، إذا أنتوا عم تبنوا على معلومات عم تجيكم، لا معلوماتكم غلط. معلوماتكم غلط. كل وسائل الإعلام والفضائيات العربية جزء منه طبعا هن بيعرفوا أنه هذه أكاذيب وحرب نفسية، ولكن اشتغلوا بوسائل الإعلام أنه هاي دمشق عم تنهار وحتسقط بين يدي المعارضة المسلحة وخلال أيام بينتهي النظام. هذا المناخ الذي ساد في الأسبوعين الماضيين، ما هي معلومات كلها مش صحيحة، كلها مش صحيحة. وأي حدا هلأ منصف يحط خريطة سوريا قدامه ويشوف المدن والمساحات والأماكن المهمة اللي بعض النظام موجود فيها ومتين فيها ومتمكن فيها، والأماكن اللي تحت سيطرة المعارضة، ويعمل قراءة ويطلع معه بهالقراءة أنه هذا النظام بيسقط بيوم يومين وجمعة وجمعتين وشهر وشهرين وثلاثة وسنة وسنتين. ما تبنوا حساباتكم على تقديرات خاطئة. بالحد الأدنى من 2005 لليوم ما في رهانات بنت عليها 14 آذار وطلعت صحيحة. وبتتذكروا بوحدة المناسبات فلا أعيد ذكرت لكم الرهان الأول، تقدير الأول غلط، تقدير الثاني غلط، تقدير 5 تقديرات. وهلأ صاركم سنتين عم ترتكبوا نفس الخطأ. بالوقت القوى الوطنية الحقيقية هي التي تكون صاحبة فعل على المستوى الوطني بمعزل عن التطورات الإقليمية. بس أنتوا تركيب سياسي بضل مراهن على الوضع الدولي على الوضع الإقليمي. شو بتعمل إسرائيل وشو بيصير بسوريا والأمريكان شو بدون يساووا؟ طيب تعالوا نحكي مع بعضنا لبنانيا يا أخي. ذلك أنا أنصح هؤلاء أن لا يستمروا في التأديرات الخاطئة وأن يدققوا في معلوماتهم حول التطورات والمستجدات في الوضع السوري، ويعيدوا النظر بمقاطعتهم وما يزيدوا البلد تقسيم ويرجعوا يتفضلوا على المجلس النيابي وتقعد العالم وتناقش قانون انتخاب. لأنه المسار الطبيعي، المسار الطبيعي بعد كم شهر للانتخابات النيابية خير إن شاء الله، ما خير إن شاء الله، ما نحن قعدنا سنتين يمكن بالخيام، مزبوط نطرنا سنتين، وكنا بتتذكروا هداك الوقت كنا نقول خل ننطر وكذا وغمض عينه وفتح عينه بمرق السنتين، ولا انطروا لكم كم شهر هالقد. المسار الطبيعي ترجع العالم تقعد ينعمل قانون انتخابات جديد، يصير انتخابات جديدة على ضوء الانتخابات الجديدة بتشكل حكومة جديدة. هيك إذا بدنا نعبر ببلدنا بسلامة ونشتغل المصلحة الوطنية وما نضل قاعدين ناطرين فلان وفلان المصورين يجوا من مطار دمشق. لا حبيباتي، تعوا من مطار بيروت
جبتكم بمطار دمشق وخلي توجه العالم تعيد النظر بهذا الوضع. هون بحكي بنقول للشق الإقليمي. فإذا أنا انتهيت بالموضوع السياسي اللبناني لأقول هاي تأديوات خطأ. المسار الطبيعي إذا ما نشتغل المصلحة الوطنية ونطلع من كل هاي الشداد والأزمات في طاولة الحوار بتحبوا ترجعوا عليها أهلا وسهلا، في مجلس النيابي تفضلوا رجعوا عليه، نعمل قانون انتخاب، نعمل انتخاب، واللي بيربح بالانتخابات شوف شو بده، كيف بده يشكل حكومة جديدة. هذا المسار الطبيعي للبلد يطلع من الوضع الحالي. كلمة موضوع سوريا مختصرة جدا، وبختم كلمة موضوع فلسطين. طيب بموضوع سوريا بس أنا بحب أقول شيء، أنه بالوضع الحالي يعني إضافة للي ذكرته قبل قليل، بالوضع الحالي الأمور تزداد تعقيدا، وحتى من يعتقد ويظن بأن المعارضة المسلحة هي قادرة على حسم المعركة عسكريا هو مشتبه جدا 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 جدا. الأمور بسوريا أخذت منحى مختلف، لم يعد الآن الصراع في سوريا، يعني التوصيف اللي كان ينعطى بالبدايات أنه الصراع بين النظام وشعبه بمعزل عن تقييم هذا التوصيف سابقا، الآن هذا التوصيف غير صحيح قطعا، الآن هذا التوصيف غير صحيح قطعا. اليوم بسوريا في انقسام شعبي حقيقي، في نظام، في جزء معتد به وكبير من الشعب السوري مع النظام، وفي جزء معارض للنظام يحمل حمل السلاح ويستعين بقوى إقليمية وبقوى دولية، راحت الأمور عن المواجهة المسلحة. طيب البعض اللي بيجي بيناقشك بالموقف الأخلاقي وأنه أنت مع الشعب السوري أو ضد الشعب السوري، بدي أسأل سؤال اليوم، هل أهل قطنة، نحكي حوادث جديدة مش نفتح ملف سنتين، هل أهل قطنة سوريين أو جلب؟ هل أهل جرمانة سوريين أو جلب؟ هل أهالي أحياء دمشق سوريين أو جلب؟ وكثير من المدن والقرى في سوريا التي يتم إرسال سيارات مفخخة إليها، وأيمتى شوفوا اللأمنة لؤم أنه أيمتى بيبعت سيارة مفخخة؟ 7:30-8 يعني لما العالم كله جاي على المدارس، طرقات مليانة بالناس، بيبعت سيارة مفخخة، تيجي العالم بدها تضب الجرحى والقتلى، بتيجي السيارة التانية بتفجر فيهم. هذا قمة اللؤم. طيب هو مش شعب سوري؟ لكل الذين كانوا خلال عامين يسألونا، أنا اليوم بدي أسألهم، وين موقفكم الأخلاقي من الشعب السوري الذي تقتله المعارضة المسلحة؟ وين موقفكم الأخلاقي من الشعب السوري الذي بالنسبة لبعض أفراده بتم توقيفهم على الحيطان وقتلهم أمام الكاميرات؟ وين موقفكم الأخلاقي ممن يذبحون بالسكاكين في سوريا؟ وين موقفكم الأخلاقي ممن يلقى بهم من أعالي البنايات في سوريا؟ ما هو موقفكم الأخلاقي ممن يقتلون على الهوية في سوريا؟ هو مو شعب سوري؟ هو جلب؟ إذا بعد ما حدا يجي يختبي يقول لك نظام والشعب السوري، لا حبيبي، في نظام عم بدافع عن وجوده نتيجة قناعته، في جزء مهم من الشعب السوري معه، وفي معارضة مسلحة بدها تسقط هالنظام، وفي جزء من الشعب معها، وفي قتال دامي في سوريا. نعم في قتال دامي، قتال قاسي، وللأسف أنا بقول لكم معركة طويلة في سوريا. السبب أنه المعارضة المسلحة ومن يقف خلفها من دول إقليمية ودولية ترفض أي حوار مع النظام، ترفض أي حوار. شو يعني رفض الحوار؟ يعني الاستمرار بالمواجهة المسلحة. يعني شو؟ يعني المزيد من القتال والدمار ونزف الدم. طيب ليش بترفضوا الحوار؟ ليه بترفضوا الحل السياسي؟ خلاص بكل صراحة بحب لكم، في دول اليوم عندها فلوس كتير وقاعدين وما سألين، إذا سوريا بتضل تتقاتل الناس فيها تتقاتل،
سنة واثنين وعشر سنين وما خسراني شيء. فلوس مثل شو بيقولوا بتضيع عنا مثل الكشك. فلوس ما شاء الله بيبعت فلوس، شو خسران هو؟ والقوى الإقليمية أصلا هي مستفيدة من هذا الصراع، هي مستفيدة من هذا الصراع. بيننا وبين القاعدة ما في علاقة، بل في نوع من السجال وأحيانا الخصومة، لأن بيعادونا يصطفلوا. لكن أنا بحب اليوم أوجه نداء للقاعدة وأقول لهم إن الأمريكيين والأوروبيين وبعض الحكومات في العالم العربي والإسلامي نصبت لكم كمينا في سوريا، نصبت لكم كمينا في سوريا، وفتحت لكم ساحة لتأتوا إليها من كل العالم، من لندن ومن باريس ومن السعودية ومن الإمارات ومن اليمن ومن باكستان ومن أفغانستان ومن ومن ومن، حتى يقتل بعضكم بعضا في سوريا، وأنتم وقعتم في هذا الكمين، وأنتم وقعتم في هذا الكمين. ولو فرضنا، ولو فرضنا أن هذه الجماعات التي تنتسب إلى القاعدة أو إلى فكر القاعدة استطاعت أن تحقق إنجازا ميدانيا في يوم من الأيام، هي التي سوف تتأول من سيدفع الثمن في سوريا كما دفعت الثمن في البلدان الأخرى. في كمين منصوب اليوم الأمريكان. أنا بحب لكم بقول لجماعة 14 آذار كمان أن انتبهوا، الأمريكان مش مستعجلين الموضوع بسوريا ينتهي، ما مستعجلين، بالعكس بدهم الموضوع بسوريا يطول، لأنه المزيد من القتل في صفوف المعارضة المسلحة، المزيد من القتل في الجيش العربي السوري والأجهزة الأمنية السورية، المزيد من القتل في فئات الشعب السوري المختلفة، تعني سوريا ضعيفة، سوريا هزيلة، سوريا مدمرة، سوريا مستنزفة، انشطبت من المعادلة الإقليمية. هذه مصلحة مين؟ أمريكا وإسرائيل. اليوم بالاعتبار الاستراتيجي، بالاعتبار القومي، بالاعتبار السياسي، بالمنطق، وأيضا بالاعتبار الإنساني، لطالما قلنا أن قلوبنا تحزن ونتألم بشدة وبصدق على كل نفس تزهق في سوريا، على كل طفل وامرأة وكبير وصغير أيا يكن انتماؤه وموقعه. هذه المشاعر مشاعر طبيعية. حتى بالاعتبار الإنساني اليوم مسؤولية الجميع هو العمل من أجل حوار سياسي، وكل من يمنع الحوار السياسي هو المجرم الذي يتحمل مسؤولية كل من يقتل في سوريا، هو المجرم، هو المذنب، لأنه هو المصر على القتال وعلى سفك الدماء أيا تكن شعاراته وعناوينه. طبعا اليوم المشهد صار أكثر تعقيدا، لأنه في تيارات تكفيرية فاتت على الخط وبقوة وبتثبت حضور قوي، وهذا أقلق حتى حلفائهم بالمعارضة السورية. اسمعوا تصريحاتهم ومقالاتهم، ومن حقهم أن يقلقوا، لأنه من يقرأ تجارب هذه القوى في البلدان الأخرى من حقه أن يقلق، يقلق على المستقبل ويقلق على البديل ويقلق هؤلاء إلى أين يأخذون سوريا. لذلك بهذه النقطة المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والشرعية والقومية والاستراتيجية، سموها البتكن إياه، هو أن تبذل كل الجهود من أجل أن يقبل الجميع بحوار تنتج عنه تسوية سياسية في سوريا. كلمة الأخيرة موضوع غزة، كمان الفتلة لبنانيا. بالأيام الأخيرة ذهب وفد، هو المدخل بسيط بس الفكرة الأساسية اللي بدي احكيها جاي، ذهب وفد من قوى 14 آذار على غزة، راحوا باركوا هنوا تصوروا وجوا عملوا تصريحات. طبعا بعض حلفائنا ب 8 آذار كان إنهم نظرة يمكن مريبة، إنه شو هي، شو القصة، شو الحكاية. أنا بقول رأيي الشخصي، أنا واحد من الناس انبسطت كتير، وأنا بقولكم هذا شيء منيح، وأنا بشجع 14 آذار يروحوا على غزة ويأيدوا المقاومة بغزة ويأيدوا سلاح المقاومة بغزة
ويهنوا بانتصار المقاومة بغزة. وما بدنا إياهم لا يعيدوا سلاح المقاومة بلبنان ولا يهنوا المقاومة بانتصارها بلبنان ولا يعترفوا بانتصارها بلبنان. نحن المقاومة في لبنان منعتبر حقنا وصلنا لما بيوقف حدا ويهنئ المقاومة في غزة ويعترف بها ويعترف بجدوى سلاحها، وصلنا حقنا، هذا ممتاز انه تعملوه. بل اكثر من هيك، في شيء ممتاز احلى شفته انا قريت بالصحف، اللي عدمت الصحف، انه بعض الشخصيات اللي راحت على غزة واجت شو تقول؟ لن نتخلى عن شبر واحد من ارض فلسطين. ممتاز. ليش نحن شو مختلفين يا حبيبي؟ شو مختلفين؟ والله اذا روحوا على غزة بترجعوا بتحكوا هيك، على حسابنا يروحوا على غزة، على حسابنا. طبعا معناه طبعا موقف عاطفي، ان شاء الله بيصير موقف سياسي، لانه التيار السياسي الذي ينتمي اليه هذا المصرح ما بيقول هيك، بيتبنى مبادرة السلام العربية اللي بتعطي ثلثين فلسطين للإسرائيلي. شو وين شبر كل شبر؟ بس منيح، منيح، هذا تطور ولو على المستوى العاطفي، على المستوى السياسي جيد. بموضوع غزة الانتصار اللي صار، بدي أقول تعقيب، اللي حكينا بالأيام السابقة، بدي أقول تعقيب شوي ملفت. تتذكروا بحرب تموز 33 يوم 2006 شو قال بعدين؟ قال انه لا، مو اسرائيل انهزمت، مش حزب الله انتصر، كان في خلل بالقيادات، في خلل بالقيادات. عمير بيرتس شو بعرفه بوزارة الدفاع؟ رئيس الاركان ماذا جاي من القوة الجوية، ما بيعرف يقاتل بالقوة البرية. اولمرت ماذا رئيس بلدية واجا عمل رئيس وزراء. لا لا، في نقص بالقيادة يعني، ولا لا، إسرائيل مقتدرة وقوية وعظيمة وقادرة تلحق الهزائم، وهي فلتة شوط. تمام، هذا نقال طبعا لبنانيا وعربيا، نقال من بعض اللبنانيين، لأنه بديش يعترف انتصارات، مش أنت قوي، هني غلطوا، هي فلتة شوط. طيب، قاموا الإسرائيلية عملوا لجان وبنغراد ولجان دراسة وتحقيق، وغير هول شكلوا عشرات لجان التحقيق في الجيش الإسرائيلي لتروح تناقش تقنيا وفنيا وتشوف الثغرات وين والنواقص والعيوب واللي بيسموهن أخذ الدروس والعبر. وقعدوا اشتغلوا بعد 2006، بالحقيقة بنوا جيش جديد حجم الإمكانات التي ضخت في الجيش الإسرائيلي، التجهيزات العسكرية اللي فاتت على الجيش الإسرائيلي، تدريب من 2006 لهلا ما مر بتاريخ إسرائيل هلقد تدريب، هلقد مناورات عسكرية وأمنية وجبهة داخلية، وأنه لا، هاي إسرائيل خلاص استفادت من كل العبر والدروس، وبالحرب الجاي جاي تمسح العالم. عم بحكيهم بالعامة عشان نخلص الوقت. فمش هيك هذا المناخ. طيب، صار حرب غزة 2009، بداية آخر 2008-2009، يوم هاللي هلأ راحوا يهنوا بغزة، يوم قالوا غزة خسرت، مع العلم انه هاي ما تفرق عن هديك، يعني نفس المعادلة. طيب، بيّن انه كمان جيش فاشل، مع العلم انه وزير الدفاع يمكن وقتها صار بعراق، رئيس الأركان أشكينازي، هذا طول عمره قوة برية، قائد المنطقة الشمالية، كان جارنا الزلمة بالقتال بجنوب، انه خير ان شاء الله، واستفادوا ودرسوا وعملوا. طيب، هلا 2012 تدريب واخذ دروس وعبر وتجهيزات وتسليحات وموازنات ضخمة، وشاهدتم بأم العين ايها الاخوة والاخوات، ايها اللبنانيون، ايتها الشعوب العربية، شفتوا بأم العين كيف صاروا خاين ثلاثة. هلا انا يوم عاشوراء قلت، عملت بايدي هيك، كنت عم بحطاط، بعدين لما تابعنا ودققنا ثلاث صواريخ، ثلاثه، اثنين نزلوا بتل ابيب والثالث في ضاحيه من ضواحي تل ابيب، ثلاث صواريخ خلوا نتنياهو وبارات ورئيس الاركان ووزير الجبهه الداخليه يركضوا باتجاه الملاجئ ويرفعوا العشره امام
أمام قطاع أعزل، أمام قطاع محاصر، أمام قطاع مثل الكف هيك، لا في جبال وديان وتضاريس وجغرافيا تساعد المقاومة. هذا كان واقع إسرائيل، وعن جد إسرائيل هزمت في هذه المواجهة وتوسلت الحل. طيب هذا مش عبرة؟ هذا شو ببين؟ انه لا، اللي صار بالألفين وستة ما كان فلتة شوط، واللي صار بالألفين وتسعة بقطاع غزة ما كان فلتة شوط، لانه اللي صار بالألفين واثناش قبل اسابيع ما كان ايضا فلتة شوط. يا عمي الشوط بيفلت مرة، بيفلت مرتين، ثلاث مرات، وانه يعني شو عم نلعب فوتبول نحن؟ في حكومات عم تسقط، في دول عم تغير عقيدتها القتالية. لا، يجب لما منقول أخذ الدروس والعبر، يجب أن نسجل، يجب أن نسجل أنه هاي إسرائيل القوية الجبارة الواثقة المقتدرة المرعبة المخيفة، هاي إسرائيل انتهت وإلى الأبد. هذا المسار الانحداري بلش من عام 2000 لما لحقت بهم هزيمة هن وصفوها بالهزيمة استراتيجية. موضوع مش موضوع شريط الحدود قدي طوله قدي عرضه وكم ضيعة فيه. أن تخرج إسرائيل من أرض عربية بلا قيد بلا شرط، ذليلة مدحورة ومهزومة تحت ضربات المقاومة، هي الخسارة الاستراتيجية وهي المسمار في نعش إسرائيل اللي فتح الباب على بقية المسامير. والمسامير الآتية الباقية آتية إن شاء الله. بعد اسمحوا لي بعد دقيقتين ختام أخير لكل اللي حكوا خلال حرب غزة وبعد غزة، وأنه افترضوا في التباس بالعلاقة ما بين بعض فصائل المقاومة الفلسطينية بالتحديد حماس مع حزب الله أو مع الجمهورية الإسلامية في إيران أو مشاكل. وبتعرفوا ما شاء الله التحاليل كثير، انكتب تحاليل وأن المقاومة الفلسطينية عادت إلى الحضن العربي وخرجت من الحضن الإيراني، وأنه اليوم الراي عادت راية عربية، وأنه إيران مدري شو عامل فلسطين، فهلأ العرب عم يرجعوا يستعيدوا فلسطين، ونحكى كتير عن موضوع العلاقات. طبعا بالتجربة واحد بيعرف انه في كثير مما يكتب هي اماني وليست وقائع، هي اماني وليست وقائع. لكن بدي اقول كلمتين بموضوع غزة وموضوع فلسطين وبعلاقة الجمهورية الاسلامية. نحن علاقتنا طبيعية مع كل فصائل، وما اختل شيء وما في شيء ابدا، طمنهم. يعني كم موضوع ايران، الجمهورية الإسلامية عندما قدمت وتقدم الدعم للشعب الفلسطيني المقاومة الفلسطينية وخصوصا في الداخل، هي تقوم بواجبها العقائدي والديني والإنساني والأخلاقي. ونقطة على أول السطر، وهو مسؤولين فصائل فلسطينية كلهم. خلي يطلع واحد يقول خلال 20 سنة 30 سنة إيران طلبت منا شيء، بتكون شفافية كمان أكثر من هيك. إيران طلبت من خليه، إيران طلبت منا شيء، إيران اتدخلت معانا بقرار سياسي، إيران قالت ان نعملوا عمليات او وقفوا العمليات، إيران قالت ان صعدوا او ما تصعدوا، إيران قالت ان نعملوا تهدئة او رفضوا التهدئة، إيران قالت ان نعملوا مصالحة او ما تعملوا مصالحة، إيران اتدخلت بهيكليتنا التنظيمية او صراعاتنا الداخلية. ابدا. خل واحد يطلع يقول طوال 30 سنة الجمهورية الإسلامية تقدم الدعم للمقاومة الفلسطينية بلا قيد وبلا شرط، بل أقول لكم أكثر، هي لم تكن تتوقع حتى شكرا. وكل قصة الشكر إلى ملابساتها، يعني هي قصة تانية بنحكي فيها بعدين. إيران عم تقوم بواجبها تجاه غزة. أنا بقدر مون عن الإيراني، وبقدر حتى يعني نتيجة المحبة مع سماحة السيد القائد، بقدر حتى مون عن سماحة السيد القائد، وبقلكم إذا الدول العربية، إذا الدول العربية تجي على غزة
وبتعطي مال وبتعطي سلاح وبتنقل سلاح وبتعطيهم صواريخ وبتدربهم وبتنقلهم تجارب عسكرية وبتقويهم، نحن نحيي هذه الدول العربية ونؤيدها ونشيد بها ونسير خلفها، وساعتها بيوفروا على إيران المال والسلاح، واللي كانت عم تعطيه لفلسطين بناخده نحن. ما في مشكلة انه قال في حدا مفترض انه هو جاي عم بيشلح ايران، عم بيشلحها فلسطين، عم بيشلحها القضية الفلسطينية، عم ياخذ منها قطاع غزة. هاي احلام اطفال. ايران كل ما تريده في فلسطين ان يكون شعب فلسطين قويا قادرا ان يدافع عن نفسه وان يستعيد ارضه. اسعد الناس بانتصار شعب فلسطين هي ايران، وهي لا تريد شيئا، لا تريد شيئا من المقام الفلسطيني. ولا يتفضلوا، مين بده يحمل راية فلسطين؟ مصر الجديدة يا الله، دول عربية يا الله. ونحن أيضا في حزب الله سوف نقف ونحيي كل دولة عربية وكل قائد عربي وكل رئيس عربي، ونقول نحن معك وخلفك أيضا من أجل فلسطين. وترجع الراية العربية، ما أبدا هذا الموضوع ما في أي تحفظ على الإطلاق. على كل طولنا عليكم، برجع بتمنى بوجه الشكر لكل الإخوة والأخوات، لكل الحضور. الله يبارك فيكم، إن شاء الله الخريجين والخريجات الله بيوفقهم، بيفتح أمامهم آفاق جديدة بعينهم ويوفقهم لكل خير وسعادة وعافية في الدين والدنيا والآخرة. طبعا أنا حأتمنى على أخوي العزيزين، لأن بعتذر عن الحضور المباشر معكم، سماحة الأخ سيد إبراهيم أمين السيد مع الوزير الحاج محمد فناش، أنه هن إن شاء الله حيتحملوا مسؤولية تقديم الشهادات أو الدروع أو ما بعرف شو مجهزين لكم. يعني الجماعة موفقين، كل حفل تخريج وانتم بخير منصورين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.